خلال جولة أجراها إلى مقر المراكز الإشرافية على سلامة الانتخابات في محافظتي المحرق والعاصمة، أكد سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، أكد أن عملية تسجيل المترشحين تسير بسلاسة وأن الإدارة التنفيذية بذلت جهودا كبيرة في تدريب طواقمها لاستيعاب الأعداد الكبيرة للمترشحين. وأضاف المعاودة أن المراكز الإشرافية شهدت حضورا نسائيا لافتا في تقديم طلبات الترشح بنسبة تصل إلى نحو 17%. الإدارة التنفيذية فعلا بذلت مجهود كبير في تدريب الطاقم الإداري لاستعدادهم لاستقطاب هذا العدد الكبير من متدربين ومتطوعين لتلقي طلبات الترشح، وما يثبت فعلا جدارة هذا الطاقم والفريق هو نجاح اليوم الأول الذي حصل فيه حضور كثيف من المرشحين، وكانت العملية سلسة والله الحمد تم تسجيل جميع المرشحين الذين وصلوا إلى مراكز اللجان الإشرافية. ما لفت نظرنا هو مشاركة المرأة في هذه الانتخابات، إلى اليوم الثاني وصلنا لنسبة حوالي 17% من نسبة مشاركة المرأة، وهذا رقم يبين مدى حرص المرأة البحرينية في مشاركتها واستحقاقها الدستوري.